Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a mi canal Cocina con Hanan. Voy a compartir con vosotros una tarta muy sencilla, muy fácil para preparar y al mismo tiempo riquísima. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم كوسينا كون حنان. نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وانتم تشوفوا فيديو اليوم ووصفة اليوم اللي هي عبارة عن طارتات الشوكولا. طارتة الشوكولا بواحد الطريقة ما تتوقعش على البال، طريقة بسيطة سريعة وتجي هائلة مذاقا وشكلا. بقوا معايا للآخر الفيديو وغادي نوريكم العناصر اللي غادي نستعملها والطريقه تاع تحضيرها. هنا عندي 7 تاع الفرماجات اللي غادي نخلطهم مع معلقه ديال لافاني. تنغو اكي 7 كيسيتوس لسبويا ميسكلار كون اون كوتشارا دي فاينيا لويغو اينو بلاطو ريدوندو بويا اونتار الكيسو. صحن دائري غادي ندهن الفرماج في الاول، من بعد غادي نغطس الكاييتاس في القهوه وغادي نديرهم وحده قدام وحده حتى ندير واحد الشكل، غادي في التالي غادي يولي بحال شكل ورده. بلا ما نزيد نشرح بزاف راكو تشوفوا معايا في الفيديو كيفاش غادي يكون. موخاموس لاس غاييتاس ماريا ان الكافي اي باموس داندولا اون فورما ريدوندا. انسيما دي لا غاييتا ماريا اي بوستو تروفا دي شوكولاتي، من فوق غاييتاس ماريا درت التروفا ديال الشوكولا اللي غادي نشارك معكم الوصفه في فيديو قادم ان شاء الله. نوصل هكا نغطس البسكوي في القهوه ومن فوق منه ندير التروفا ديال الشوكولا تبقى من فوق طبقه. سيغيمو سي ميزمو ريتمو غاييتا موخادا ان كافي بور انسيما تروفا ديال الشوكولاتي اي اوترا بيت اوترا غاييتا لويغو يا باموس ابونير la cobertura de chocolate. هنا عندي 100 غرام تاع الشوكولا كحله مع 50 غرام زبده. تنغو اكي 100 غرام دي شوكولاته نيغرو كون 50 غرام دي مانتيكيا كي لي سي ديريتيتو ان لا ميكرووند. دوبتهم في الميكرووند وغادي نضيف لهم معلقه كبيره من الحليب. لسبويا نادير اون كوتشارا غراندي دي ليتشي ميسكلاموس موي بيان الوغو يابونيموس انسيما دي نوستراس غاييتاس. نخلطهم مزيان وغادي نكبوهم من فوق البسكوي ديالنا. من بعد ما نسرحوا الشوكولا مزيان من فوق البسكوي غادي ندريو من فوقه الكولاكاو. بوي ايس بولبوريار مي تارتا كون كاكاو بارا كي سيا ماس بونيتا لويغو يا تروفا دي شوكولاتي اي بور انسيما ونوس كاراميليتوس. هنا بالجانب الحلواني غادي ندير وريضات تروفا الشوكولا او كريم شوكولا. هنا درت ديك الحلوه اللي زينوا بها الكاطو. سي دي خلا طارت على المنوسونا سايسوراس انتس دي كونسومير. نخليو الطارطه ديالنا على الاقل 6 ديال السوايع في الثلاجه قبل ما نستهلكوها. صدقوني تجي هائله في المذاق، ما غاديش تندموا الا جربتوها. نشكركم بزاف على متابعه الفيديو وعلى التشجيعات ديالكم وعلى اللايكات وعلى التعليقات اللي تخليوهم لي اللي زوينين بحالكم. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ديروا اشتراك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه. espero que os haya gustado el video de hoy. No os olvidéis de dejarme un comentario
un me gusta y compartir el video con los amigos y familiares en las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirme y por estar allí. Os agradezco mucho vuestro apoyo. Adiós y hasta la próxima.